يتكون القسم السفلي لمقام الشهيد من المتحف الوطني للمجاهد في شكل أروقة تحيط بقبة الترحم، خصصت جلها للعرض ولملاحق إدارية وخدماتية، كما يتكون من قاعة شرفية وقاعة للمحاضرات ومكتبة واستوديو لتسجيل الشهادة الحية للثورة التحريرية. يتم فيها أيضاً تركيب وإنتاج الأشرطة السمعية البصرية والأقراص المضغوطة، إضافة إلى وجود منتدى للاتصال والإنترنت ومخبر للصور. الزائر لهذا المتحف سواء كان جزائرياً أو أجنبياً سيعيش تجربة فريدة من نوعها، لأنه سيقابل مشاهد وكأنها حقيقية وقت الثورة، وستتملكه الروح الوطنية من أول وهلة.